واحد بيقول اود ان اعرف الفرق بين حياة التسليم وبين الحياة السلبية، علما بانه احيانا يصادفني موقف ما اتردد فيه بين اتخاذ فعل معين بالرغم من خوفي من اعتبار هذا عدم تسليم. لا، كن ان يكون لك شخصية وارادة مش معناها دي ضد التسليم. لازم يكون لك شخصية ولك عقل ولك إرادة ولك حسن التصرف، ومع ذلك تسلم الأمر لله. مش معناها انك انت واحد يقول لك تعمل ايه في الموضوع ده تقول له زي ما يشاء ربنا، مش ممكن. او يطلب رأيك في اي موضوع تقول زي ما يشاء ربنا. ربنا يشاء انك انت تكون لك مشيئة صالحة، فمفروض يكون لك مشيئة صالحة.